السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موضوع محلول سوجي كوريجي سنة أولى متوسط الفصل الثاني لغة إنجليزية. نبدأ مباشرة مع التمرين الأول. إذا task 1 I put the following sentences in the right column. أنا أضع يعني العبارات التالية في الخانة المناسبة في الجدول. The following sentences هي الجمل. In the right column في الخانة المناسبة. هنا شعلنا my duties. My duties وش معناتها duties؟ معناتها واجباتي. My تاوعي duties واجباتي. My rights حقوقي. My rights حقوقي. إذا نبدأ نقرأ ونبلاسو هنا في الـ duties or on the rights. Okay, the first one. I arrive to school on time. I arrive to school on time. يعني أنا أصل إلى المدرسة. Arrive to school on time في الوقت. هذا واجب ولا حق؟ This is a duty. هذا واجب. I arrive to school on time. مش من حقك باش تجي بكري، لازم تجي بكري، هذا واجب تاعك. I participate in the class. اني participate هي نشارك. In the class في القسم. I أنا participate in the class. هذا حقك ولا واجبك؟ هذا حقك. من كل تلميذ عنده حق باش يشارك في المدرسة في in school or in the class في القسم. So I participate in the class. I keep my school clean. I keep my school clean. أنا نخلي المدرسة تاعي نظيفة. Clean هي نظيفة. My school مدرستي. I keep هي أحافظ. أحافظ على نظافتي مدرستي. إذن it's a duty. هذا واجب. I keep my school clean. واجب. بعدها I play in the schoolyard. I play هي ألعب. In the schoolyard يعني في فناء تاع المدرسة. إذن هذا حقك. I play in the schoolyard. بعدها I don't write on the walls. I don't write on the walls معناتها ما نكتبش على الحيط. I write هي نكتب. Don't هي لا. I don't write on the walls على الحائط. إذن it's a duty. I don't write on the walls. Good. Last one. I use the school's library. I use معناتها استعمل. The school's library هي مكتبة المدرسة. تفكروا library هي مكتبة. استعمل مكتبة المدرسة. This is a right or a duty. This is a right. هذا حق. I use the school's library. ممتاز. The second thing, task number two. I order the words to get coherent sentences. هنا عنا words كلمات ما مش مرتبين. إحنا نرتبوها باش تحصلوا على جملة مفيدة. Okay, so we start with the first one. First one is studying, and then now, and then am, English, I, and there is a full stop. Full stop here, نقطة. So what do we say? First of all, we have to put the subject first. وش معناتها the subject first? معناتها يعني the subject, الفاعل ولا الضمير كي يكون عنا. اللي هو أنا, I. So, I. شو نزيدو? Studying? ولا now ولا English. I English now. I am الفعل to be. I am. من بعد نزيدو the verb studying. دايما نقولو I am. She I studying am. Am كي تشوفو I و am تجي حداها. I am بعد studying. English. وينتا؟ now. Now معناتها الآن. ما تنساوش النقطة. So I am studying شراي يقرأ English. وينتا؟ now الآن. I am studying English now. هكا ترتب. Ensuite or the next example. Sally are tennis, Lisa playing and وبعدها full stop نقطة.
او راه السبجكت قلت لهم دائما نبداو بالفاعل يعني بالسبجكت. احنا عندنا سالي وعندنا ليزا تسمى هذو في زوج غنديروا بيناتهم اند. واش معناتها اند؟ اند معناتها مع. اذا سالي اند ليزا هذا هو السبجكت ولا ليزا اند سالي سيم. سو سالي اند ليزا صاي درنا سالي ليزا واند. عندنا playing تنس وعندنا ار. ار هو to be لازم تكونوا حافظين the verb to be. I am, you are, they are, he و she و it is, we are. لازم تكونوا حافظينها. سما سالي اند ليزا شه ار كيما I am تاني ار تجي مورا السبجكت. سالي اند ليزا ار playing بعد يزيد the verb playing. شابلين تنس تنس بنساوش النقطة مع التالي. good next sentence watching cartoons is she. صايد فهمنا بلي نبداو بالسبجكت اللي هو يكون يا اسم يا ضمير she ومن بعد نزيدو the verb to be she is ومن بعد watching كيما I am studying Sally and Lisa are watching she is also watching. Oh, sorry, here is, yeah, playing and now watching. Watching cartoons. And then a full stop. Good, next thing. I fill in the gaps by do ولا does. دوك نتفهمو do وينتا و does وينتا نديروها. صح, دما إرشا عنا, عنا I, you, they, we. ومن بعد she و he و it. I, أنا, you تنقال على قاع ضمير المخاطب أنت ولا أنتي ولا أنتما ولا أنتم ولا أنتنا قاع نقولو you. They, هم تاني تنقال على قاع ضمير الغائب من يكون جمع. We نحن she هي he هو و it هو بصح تنقال على الشيء ولا على الحيوان صاي. وينها اللي تجي معاها do وينها اللي تجي معاها does. هادو قاع يجي معاهم do وهادو يجي معاهم does. هذا المكان سمحنا نعرفو السبجكت اللي هو السوجي يعني الفاعل واش راهو هذا ولا هذا. نجو هنا كي راهي هادي وهادي في البدايه معناتها غادي نطرحو سؤال صح. هنا السبجكت شعنا لينا انت سامي revise their lessons. شكون الفاعل؟ لينا انت سامي. لينا انت سامي كون نعوضوهم بضمير شنو نقولو شي يولو هي شي يولو يولو ذي هم لينا وسامي. لينا وسامي يولو ذي سما نديرو دو. ومن بعد هنا your dog eat meat. your dog هنا الفاعل وراه the subject where is the subject. it's your dog. your dog معناتها كلبك. your ر ماشي يو هذه your يعني تاعك. your dog كلبك. اذا كلبك كنا نعوضوه ب I ب you ب they متعوضوهش ب you ما قلناش you قلنا your dog الكلب تاعك يعني هي تعوض ب هي. سوري يتعوض ب it because it's an animal هو حيوان يتعوض ب it معناتها نديرو له does. good she study well. هادي راهي باينه عندنا she اذا نديرو does. هنا دي نديرو capital letter خاطر رانا في البداية صح. you clean your room every day. you اذا subject هنا راه you يو نديرو لها دو دو. مارك دو هيز هومورك السبجكت هنا راه مارك. مارك شكون شنديرو يو مارك لا مارك هو هي سما نديرو داز. and now let's go to the second part of the subject. okay task number 4 I complete the sentence with انا نكمل الجمل هادو next to between on the right on the left. next to واش معناتها next to. next to معناتها بجانبي. between معناتها بين. between حاجه كي تكون في الوسط بين هذه وهذه. on the right right هو اليمين على اليمين. on the left left هو اليسار اذا على اليسار. نعاودو next to بجانبي between بين. on the right على اليمين. on the left على اليسار. هنا شو عنا the canteen مطعم تاع المدرسة the library sorry
and the physics lab ومن بعد المخبر تاع الفيزياء the physics lab. library هي اللي في الوسط وحدها the physics lab ومن ناحيتها the canteen. نبداو the library is هذه شنو نديرو هنايا the canteen and the physics lab راهي between نديرو between يعني بين good the canteen is the library the canteen is the library next to راه حداها نديرو هادي if next to is next to حداها the physics lab is and the canteen is the physics lab is and the canteen is so the physics lab is on the right راه على اليمين the physics lab is on the right نديرو لها هادي And the canteen is on the left. Is on the left. هذا ممكن. Next, I classify the following words according to these sounds. صح. هنا عنا الجي وتتنطق جي وهنا عنا وتتنطق غا. هنا شو نقوله؟ grapes. grapes. راه واحدة. ماش واحدة vowel. صح؟ so grapes تتق غا جيولوجي حداه اي هذا او اون فرونسي ان انجلش اتس اي جيولوجي كي يكون حداه اي تنطق جي so جيولوجي نفس القواعد تاع الفرونسي هنايا حداه او جولد جولد حداه او جولد ومن بعد جيرم جيرم حداه اي No. Okay, so let's go to the next one. Task number 6. I complete by on, from, to, in, at. Right? Anna on, from, to, in, at. So, I have sports session. And بعد عندنا Monday. Monday يوم الاثنين. شو نقولوا? In Monday? ولا two Monday ولا what do we say? One moment, please. كي يكون عندنا يوم دائما نقولوا on monday on monday the sports brand i have sport session عندي حصه تاع رياضه on monday في يوم الاثنين sports ground in the sport so in في ملعب تاع الرياضه in okay i have english session 11 o'clock 12 o'clock سما بيقول من 11 حتى 12 سما شنو نقولوا from مينا 11 to الى 12 from 11 o'clock to 12 o'clock اوكي سما درنا from درنا on درنا to درنا an n 8 o'clock كي نكونوا نهضروا على الساعه نقولوا 8 o'clock هنا تاني نورمالمون نقولوا 8 at بصح هنا ما كانش قصده يقول لك باللي I have English session على 11 لا كان باغي يقول لك من 11 ل 12 شو كي تبدل من 11 ل 12 so from 11 o'clock to 12 o'clock بصح هنا راه بيقول لك على 8 at 8 o'clock at 8 o'clock I start the first lesson ابدا الدرس الاول good task tally I fill the gaps I fill the gaps by using words from your own from my own moment there is a mistake it's okay قصدهم نعمروا هذا نكملوه من انشائنا بكلمات من عنا اذا so let's start hi my name is هنا نحطوا الاسم my name is let's put Amina for example I am a pupil at انا تلميذ في middle school مدرسة المتوسطة سما هنا نديرو الاسم تاعها let's say ابن باديس كل واحد يدير اسم مدرسته I choose ابن باديس ابن باديس middle school it's a very big and nice school يعني هي مدرسة كبيرة very big and very nice لطيفة in my school في مدرستي I study 13 شا يقرا 13 such as مثل English, Math, Arabic سما هنا بيذكر المواد سما 13 مادة in English it's subject
subject. Okay, subject. 13 subjects. Such as English, maths. صح نديرو هنا مواد داخلين. هو ذاكر English, maths, Arabic. So let's say English, French, French, maths, biology, for example. Arabic, history, تاريخ. ننعمروه بمواد history. I study English. قلنا كي نسبو النهار يعني Monday الاثنين نديرو on at. I study English on Monday والساعة at 1:30 PM. إذن هكا نكون وصلنا لافان تاع الفيديو، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. يعجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب، تشتركوا في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد. تهلاو في روحكم.